الحوثيون يستهدفون سفينة أمريكية في خليج عدن بالصواريخ، وواشنطن تقصف صواريخهم في اليمن. البنتاغون ينفي أن يكون في حرب مع الحوثيين، وبايدن يتعهد بمواصلة استهدافهم مع استمرار الهجمات على السفن التجارية. اعتراض وإسقاط مسيرة مسلحة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق. أنباء عن العثور على جثث 21 محتجزاً إسرائيلياً بمقبرة في خان يونس جنوب غزة. طيبة وأهلا بكم مشاهدين في هذه النشرة. إذ قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إنه تم استهداف السفينة الأمريكية كيم رينجر في خليج عدن بصواريخ بحرية، وأن الهجوم أسفر عن إصابة مباشرة. فيما قالت شركة أمبري للأمن البحري إن ناقلة منتجات كيماوية ترفع علم جزر مارشل أبلغت عن اقتراب مريب لطائرات مسيرة على بعد 103 أميال جنوب شرقي عدن في اليمن. هذا وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا بتحليق 4 طائرات مسيرة مجهولة قرب سفينة تجارية على بعد 85 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء الشحر اليمني. وذكرت الهيئة في بيان أن إحدى المسيرات الأربع سقطت في المياه بالقرب من السفينة، مضيفة أن قوات التحالف البحري الدولي في المنطقة تقوم بالرد. أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بلاده شنت ضربات جديدة في اليمن واستهدفت صواريخ للحوثيين، موضحا أن هذه الصواريخ كانت معدة للإطلاق في وقت وشيك في البحر الأحمر. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات على الحوثيين ستستمر طالما واصلت الجماعة هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر. فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع ميليشيا الحوثي في اليمن. في الوقت نفسه اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية ميليشيا الحوثي باستهداف السفن العابرة للبحر الأحمر عبر إطلاق صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن. وأشار البنتاغون إلى أن ما تقوم به واشنطن مع شركائها هو دفاع عن النفس. قال قائد جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي إن هجماتهم في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية. كما اعتبر الحوثي أن التصنيف الأمريكي للجماعة كمنظمة إرهابية عالمية ليس له أي تأثير. سنواصل دعمنا كشعب يمني ومساندتنا ومناصرتنا للشعب الفلسطيني، والضغط بكل الوسائل بما فيها استمرار موقفنا في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، بما فيها الوسائل العسكرية في الاستهداف بالقصف إلى فلسطين المحتلة حتى ينتهي العدوان على غزة. الأمريكي أصلا لا يمتلك الأهلية لأن يصنف الآخرين بأي تصنيف، هو في وضعية لا أخلاقية لا إنسانية، لا يمتلك شيئا من القيم. هذه الخطوة هي تأتي في سياق حماية الإجرام الصهيوني فقط، اعتداءاته غاراته تصنيفاته وليس لها أي أهمية. أكد نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عيدروس الزبيدي للحدث وقوف بلاده مع أي تحالف دولي إقليمي يؤمن باب المندب ويردع الحوثيين، مشيرا إلى أن الحوثي لا يريد خارطة سلام في المنطقة بعد أحداث باب المندب. نؤيد أي تحالف دولي إقليمي يؤمن
باب المندب، ويؤدي إلى ردع شامل للحوثيين مما يفقدهم يعني قدراتهم على المسيرات والصواريخ. وهذا الردع الشامل سيأتي بسلام شامل واستقرار شامل. التصعيد يعني بالباب مندب هو جواب شافي وكافي ان الحوثيين حازفين ولن يريدوا دخول يعني بخارطة سلام داخل المنطقة اصلا. لو كان عندهم نوايا طبعا للسلم والاستقرار والدخول في عملية سياسية شاملة باليمن لما دخلوا في هذه العملية في باب مندب اصلا. تعليقا على تصاعد التوتر بين إيران وباكستان، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إيران لا تحظى بقبول أحد في المنطقة، فيما ردد المتظاهرون الباكستانيون شعارات ضد إيران خلال تظاهرات حاشدة في إسلام آباد. كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلادها مستعدة للعب دور الوساطة بين إيران وباكستان بعد التصعيد العسكري الأخير بين البلدين. تأمل الصين أن تتمكن إيران وباكستان من الحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر، وإذا كانت هناك حاجة من كلا الطرفين فنحن أيضا على استعداد للعب دور بناء في تخفيف الوضع. إقليم بلوشستان يقع في جنوب وغرب آسيا ويشمل أجزاء من باكستان وإيران وأفغانستان، أما غالبية سكانه فيقطنون في باكستان، إلا أنهم جميعا يتحدثون البلوشية. فلنتعرف عليهم أكثر. هؤلاء هم البلوش، شعب فرقته الحدود السياسية وجمعته الأصول واللغة. هنا حيث إقليم بلوشستان الواقع جنوب وغرب آسيا، ويتوزع البلوش في دول ثلاث، ففي باكستان يضم مناطق من جنوبها الغربي وعاصمة الإقليم كويتا، ويشمل جنوب شرقي إيران فيما أطلق عليه بمحافظة سيستان وبلوشستان وعاصمتها زاهدان، وكذلك أجزاء من جنوب أفغانستان في مقاطعات نمروز وهلمند وقندهار. تكمن أهميته الاستراتيجية في أن كل من إقليم بلوشستان باكستان وسيستان وبلوشستان الإيراني يطلان على بحر العرب وخليج عمان، إذ يعتبر ميناء غوادر في جهة باكستان درة التاج في مشروع الممر الاقتصادي بين باكستان والصين، وعلى الجانب الآخر ميناء تشابهار الإيراني الذي ما تزال تسعى الهند لتطويره بهدف المنافسة. أما عن عدد السكان الأكبر فيقع في إقليم بلوشستان الباكستاني مع وصوله إلى 21 مليون و900 ألف نسمة، بينما يصل عدد سكان سيستان وبلوشستان الإيرانية إلى 2,700,000 شخص، وأقلهم في أفغانستان بواقع 600,000 شخص. إجمالاً ينتمون إلى عرقية البلوش، ومنها جاء اسم بلوشستان، وهم من المسلمين السنة ويتحدثون اللغة البلوشية، ولكن خلال العصر الحديث شكلت بلوشستان الباكستانية والإيرانية مناطق تحد لحكومات البلدين. وعبر كتاب أطلس الصراعات العرقية أبرز المؤلف أن ما يجري هناك صراع قومي مع انتشار جماعات تطالب باستقلال هذه المنطقة. ووسط هذه المطالبات أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة جيش تحرير بلوشستان في باكستان وجماعة جيش العدل في بلوشستان إيران في قائمة التنظيمات الإرهابية. إسراء الصغير الحدث.
قالت فصائل عراقية مسلحة إنها استهدفت بالطيران المسير قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل في إقليم كردستان شمال العراق. وأضافت الفصائل في بيان مقتضب أن الهجوم جاء ردا على ما وصفتها بأنها مجازر إسرائيل بحق سكان قطاع غزة. بدوره أفاد تلفزيون كردستان 24 بأن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أعلن أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أسقطت مسيرة قرب مطار أربيل. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن إيران لديها مشاكل داخلية وتحاول تصديرها للخارج عبر الهجمات التي تنفذها. وفي تصريحات للحدث أكد حسين أن طهران لم تطلب من بغداد أي قائمة لمطلوبين أمنيا. ليس صحيح، نحن لدينا اتفاق أمني مع الجانب الإيراني ولدينا استمرارية في الاجتماع سواء في إطار اللجنة الأمنية أو في إطار العلاقات السياسية. فلو كان لديهم قائمة أو لديهم عنوان معين نحن مستعدين، الآن مستعدين لو يكون هناك لجنة مشتركة أو لجنة دولية لكي تأتي لتقصي الحقائق في هذه المناطق. أنا أعتقد أن هناك مشاكل داخلية في إيران ومن خلال هذه الهجمات يحاولون تصدير مشاكلهم إلى خارج الحدود. جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوته لرحيل التحالف الدولي ضد داعش، معتبرا أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية ضرورة لأمن واستقرار البلاد. اليوم وبعد التداعيات والاعتداءات التي تحصل على المقرات الأمنية العراقية، نحن أمام استحقاق وهو المباشرة فورا للبدء بهذا الحوار للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لانتهاء مهمة المستشارين. انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة للأمن واستقرار العراق وأيضا ضرورة للحفاظ على علاقات ثنائية بناءة بين العراق ودول التحالف الدولي. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بالعثور على جثث 21 محتجزا إسرائيليا في خان يونس جنوب قطاع غزة الليلة الماضية. وذكرت الهيئة أنه جرى العثور على جثث المحتجزين في مقبرة في منطقة بني سهيلة في خان يونس. بدورها نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية في وقت سابق عن الجيش الإسرائيلي القول إنه أجرى عملية بحث عن جثث أسرى لدى حماس في مقبرة في قطاع غزة. رصدت كاميرا الحدث استمرار الغارات الإسرائيلية على وسط محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بالموازاة مع التوغل البري للقوات الإسرائيلية. نقف هنا على النقطة التي تفصل بين محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، حيث كما تشاهدوا هذا الشارع، نعم، انفجار عنيف جدا ويبدو أنه قصف كما تشاهدون عبر قناة العربية. هذا الشارع الذي أصبح مخلاة بالكامل من كل ساكني هذه المنطقة، والذي بدأ الجيش الإسرائيلي توسيع عمليته البرية في هذه النقطة كما تشاهد هذه أعمدة الدخان التي تتصاعد بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكما تشاهد في هذا الشارع الذي استهدف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي غارت على منتصف الطريق وفصلت هذا الخط الذي يوصل محافظة رفح جنوب قطاع غزة وحتى محافظة خان يونس الذي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في أسبوعه السادس على التوالي. وكما نستمع إلى أصوات الاشتباكات العنيفة التي تدور في هذه النقطة على وجه الخصوص، وهي المعارك والاشتباكات التي تحتدم بين الفصائل. نعم، غارة جديدة
وانفجارات ضخمة وسنغادر المكان لأن المنطقة أصبحت تتعرض لقصف. لقناتي العربية والحدث، محمد عوض، قطاع غزة. يلا توكل على الله. الله أكبر. أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت مجمعا تابعا لحماس لإنتاج الأسلحة قرب محور صلاح الدين في غزة. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت إلى أن بلاده ستلجأ إلى الخيار العسكري على الحدود مع لبنان في حال فشل الحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن بلاده تفضل تسوية سياسية تسمح بعودة السكان للشمال. نطمح إلى وضع لا نصل فيه إلى حرب في الشمال وأن نتمكن من إعادة السكان إلى بيوتهم، وفي حال عدم تمكننا من ذلك من خلال حل دبلوماسي يجب أن نكون مستعدين لتدهور الوضع الأمني في الشمال، ولحقيقة أنه سيتعين علينا أن نفرض خيارا عسكريا لعودة سكان الشمال لديارهم. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن إسرائيل قصفت مواقع عسكرية في ريف درعا قرب الجولان بأكثر من 10 قذائف، وقال المرصد إن القصف طال تل الجموع العسكري ومحيط بلدة تسيل وموقع تل الجابية التابع لقيادة اللواء 61 في الجيش السوري غربي مدينة نوى في ريف درعا الغربي والقريبة من محافظة القنيطرة والجولان، دون أن ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين جراء القصف الإسرائيلي. تتزاحم الأخبار من جنوب سوريا بعد قصف أردني على بلدة عرمان أوقع عددا من القتلى وسط تزايد نشاط الميليشيات الإيرانية في المنطقة. تفاصيل أكثر عما يحدث في الجنوب السوري مع الزميل محمود الواوي. إن غابت إيران حلت ميليشياتها، هكذا هو المشهد السوري في السنوات الماضية. لا المعارك تغير النظرية ولا الوقت أو الجغرافيا، شرقا غربا شمالا جنوبا تحضر الميليشيات، وعند الأخيرة أي في الجنوب يتركز نشاطها الحالي بشكل كبير على تصنيع وتهريب المخدرات. لا سيطرة حكومية سورية على الميليشيات هنا، بل إن الملك الأردني شكك في سبتمبر الماضي بقدرة الرئيس السوري بشار الأسد على ضبط البلاد وسيطرته عليها، وهو ما ترجم على الأرض بضربات جوية أردنية ادعت استهدافها لعصابات تهريب المخدرات، وأعلنت في وقت سابق قتل أحد زعماء العصابات. لكن ضربة أردنية في الساعات الماضية على هذه المنطقة التي تظهرها الخريطة الآن مشاهدينا، وهي مدينة عرمان بين السويداء والأردن، قتلت 10 مدنيين بينهم 3 أطفال وسيدتان. نتابع هذه الصور لآثار القصف الأردني في الداخل السوري. Thank you.
قبل الضربة بيومين مشاهدين فقط، كان شيخ العقل بالطائفة الدرزية بالسويداء حكمة الهجري قد قال إن عدو الأردن وأهل السويداء هو واحد، داعيا لتشكيل جسد واحد يمثل الحراك السلمي ويدافع عن السويداء. نتابع بعضا مما قاله الشيخ الهجري. مثل ما تفضلت حضراتكم، نحن مدين يد العون لأي جهة كان لمحاربة هذه الظاهرة ومن يعمل بها. مثل ما تفضلت حضراتكم بهذا البيان الواضح والصريح، ونحن متعاونين معكم بكل كلمة فيه، وأكيد أي جهة كان تحمل أي نوع من أنواع المسؤولية تتعاون مع هذا البيان معكم. فنحن بالدرجة الأولى منوجه يعني نداء الحقيقة لأهل البلد، يعني بالدرجة الأولى من أهل ضمن الحدود السورية، لنبذ هذه المظاهر الحقيقة المشينة من الاتجار بهذه المادة السامية إن كان ضمن البلد أو خارجها. هذا واحد. اثنين، نحن من خلال بيانكم الكريم نحن كمان يعني القضية يعني نتوجه لإخواننا بالمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعب، نحن متعاونين معهم بهذه الآفة. في الأثناء كشفت مصادر الحدث عن تفاهم جديد بين دمشق وطهران يقضي بإيقاف الأخيرة إرسال شحنات الأسلحة عبر مطاري دمشق وحلب تفاديا لضربهما من قبل إسرائيل. وتضيف مصادر التفاهم السورية الجديد في المنطقة الإيرانية ميليشياتها ساحة أكبر للتحرك في الجنوب السوري بناء العراقيل، وهو ما ينذر والكبير الكبير والصغير تعاني حالها حال كل شيء في لبنان. منقوشة الزعتر كما يحلو للبنانيين تسميتها، والتي لم يمضي شهر على إدراجها من قبل منظمة اليونسكو كتراث لبناني، تأثرت اليوم بتداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة. المنقوشة الزعتر اللبنانية كتراث لبناني هذا شيء كتير مهم بالنسبة للبنان. أول شيء لأن احنا مستعمل منتج بلدي بيطلع من الأراضي اللبنانية، هذا النبتة اللي موجودة بكل لبنان احنا عم نستخرجها ونصنع منها الزعتر، إن كان زعتر ناشف ممكن ناكله بأي شيء، وهلأ احنا زدنا عليها هي المنقوشة صار تراث لبناني، فهذا بيعطينا فخر للبنان إنه نحن نقدر نمثل لبنان بهذه الصورة الحلوة. ورغم ارتفاع سعرها عن السابق إلا أنها لا زالت الخيار الأفضل والأرخص للبنانيين متأقلمين مع السعر الجديد، فمن 250 ليرة قبل بضع سنوات بات اللبناني مطالبا اليوم بدفع 75 ألف ليرة، أي أقل من دولار واحد في بعض الأماكن لتناولها. منقوشة الزعتر كان حقها 250 ليرة، كان واحد يجي يشتري منقوشة الزعتر وبونجيسي ب 500 ليرة، ضل يطلع سعر الزعتر يطلع لأنه اليد العاملة أصلاً صار بتكلف أكثر من تنقية الزعتر بالبرية لا يوصل لعنا ويتكيس ويوصل نقدر نستعمله. وصلت اليوم من قش الزعتر تقريباً للسبعين 75 ألف، فهيدي النطة تعتبر نطة كبيرة وشوي شوي عم يقدر يتأقلم مع الشعب. قش الزعتر بلبنان مشهورة، والسبب أنه كل طلاب المدارس بالمدارس بيأكلوا من قش بزعتر خلص، فبيكبروا لو بيصير عمره 50 سنة بتذكر أيام المدرسة بيكون منقوش بزعتر وبونجيسي وكذا. كل هذا يحتفظ اللبنانيون بذكرياتهم مع منقوشة الزعتر ذات القيمة الرمزية في لبنان كما وصفتها اليونسكو، والراسخة في الهوية كموروث شعبي. بعد هذا التقرير بات نشتهي منقوشة الزعتر كترويقة مشاهدينا. انتهت النشرة، أشكر متابعتكم وإلى اللقاء.